حماية حقوق الملكية الصناعية لتشجيع الاختراع والإبداع بهدف خلق المزيد من المؤسسات المصغرة ضمن إطار قانوني يحمي فكرة أي حامل مشروع هو ما تضمنته اتفاقية الشراكة بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمعهد الجزائري للملكية الصناعية. حنا نحبوا في بداية الفكرة ولا في بداية إنشاء المؤسسة ولا في بداية الإنتاج الشاب يكون عنده الانفورماسيون بلي لازمو يحمي المنتوج تاعه ويحمي الفكره تاعه. هذه فكره صناعيه اللي قادره تكبر غدوه، قادره تكبر، لازم يحميها من الاول باش كي تكبر يكبر معاها هو. بصح اذا كان خرج من يده خلاص ما بقاتش. دونك سي اون بروتيكسيون على فوا بور لو جون بور لا ميكونبريز اي بور لو برودوي تاعو، باسكو لو برودوي اون فوا كي براند لا فالور من بعد يولي احنا ماذا بينا غدوا لي جون تاعنا يدخلوا مام لا بورس، يعودوا يزاتير لي كابيتو باسكو يعود ان بون برودوي. Des gens seront intéressés pour pouvoir investir dedans. اتفاقية ستسمح للمؤسسات المصغرة بالاستفادة من عدة امتيازات لحماية ممتلكاتها، خاصة ما تعلق بتقليد مختلف المنتوجات الصناعية. الوعاء اللامادي سكون ابل لاكتيف اماتيريال هو اللي يتكون من الملكية الصناعية. اي واحد عنده فكرة، هذه الفكرة يقدر يبلورها ويجسدها في اطار اما علامة تجارية ولا بارات اختراع ولا نموذج صناعي. لما ما يحميش الفكرة تاعه أصلا راح يتعرض للتقليد، ونعرفوا أنه التقليد يقدر يضر المؤسسة، يقدر يعرضها حتى للإفلاس، يقدر يعرضها حتى إلى أخطار واحدة أخرى. فالأساس تاع المرافقة الحماية لأصحاب المشاريع هو دعمهم في التحكم في هذا الجانب، التحكم في طريقة الحماية، كل القوانين اللي تحيط بأساليب الحماية والمشروع تاعهم. توعية حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات بمفاهيم حماية الملكية الصناعية من شأنه الرفع من الكفاءات وتحقيق احترافية في الأداء بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.